النهارده اكبر سيناريو مر على المشجع البرشلوني، سيناريو يجلط، سيناريو يجيب لك اضطرابات نفسيه. قلبي عندكم ان شاء الله انتم السابقون، واحنا باذن الله ما نكونش لاحقون. ولك ان تتخيل يا عزيز ان برشلونه كانت متقدمه بفرق هدفين في اللقاءين، وفاضل على المباراه 60 دقيقه، ساعه واحده بس، وتلاقي برشلونه في نصف النهائي. فتلاقي الواحد الراجل اللي اسمه اراخو، واخد بالك، اللي هو كابتن الفريق وبدنيا وعقليا وكل حاجه، ويعمل واخد بالك فاول ملوش لازمه علشان يطرد، وبعد ما يطرد تلاقي تصرف اكشاف. تشافي قال لك خلاص يا اراخو بقى انت عكتها وديني اللي انا مضلمها. اتفاجئ ان تشافي واخد بالك بدل ما يطلع بدري وينزل مارتينيز ما دام هو عايز يلعب باربعه دفاع، فيقوم يطلع لامين يامال، طلع لامين يامال، تلاقي بعد كده كانسيلو بيتسبب في ضربه جزاء، بعد كده تلاقي كوندي يقول له علي وانا علي، هتتسبب في ضربه جزاء، هعمل اسيست لمبابي. مباراه كانت مجنونه جدا، برشلونه كان في ايده انه يصعد لنصف النهائي، ولكن تعامل تشافي حاجه تجنن. في اول المباراه يا عزيزي ابتدى تشافي يمتص الحماس بتاع فريق باريس سان جيرمان لمده 12 دقيقه، حلو قوي لحد كده، انا مقدر حماسك وكل حاجه وبتاع، ولكن انا بلعب في المونجويك قصاد جمهوري وهبلك والملعب كله فول كومبليت، فانا لازم امتص الحماس بتاع باريس سان جيرمان، فيقوم ضربه بالمرتدات، فيجي اراخو لاي جميل جدا لحد كده وكل حاجه، ولكن ظل تشافي متراجعا في المباراه، وابتدى يستقبل لاعب نسبه الاستحواذ وصلت ل 65% بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان قصاد 35% الفريق بتاع برشلونه. وبعد كده تلاقي عثمان ديمبلي، عثمان ديمبلي اللي كان بيصلي على كرسي، عثمان ديمبلي اللي كان لو هيركب اي مترو في برشلونه واخد بالك بيقعد على الكراسي بتاعه المعاقين وكبار السن، تلاقي عثمان ديمبلي واخد بالك بيجيب هدف التعادل. وخليني برضو افكرك يا عزيز، خروج برشلونه واتلتيكو مدريد لم يبقى غير ريال مدريد هو الممثل الوحيد في اسبانيا. فلو وصلك هذا الفيديو ما تنساش انك تعمل لنا لايك من هنا، او تعمل لنا لايك من هنا، تشترك في قناتنا على اليوتيوب، وتتابع صفحتنا على الفيسبوك، وتكتب فيسكا بارسا من هنا للصبح، واستحملوا اخواتكم، استحملوا لاخواتكم الصدمه شديده، الصدمه شديده والله العظيم. تحس ان برشلونه بترفع سقف الامال لمشجعيها وبعد كده تنزلهم تحت في البدرون، مش في الدور الاول ولا الدور الارضي، بتنزلهم تحت الارض. المعنويات كانت مرتفعه قبل المباراه، الجمهور بتاع برشلونه قاعد يهتف وهبلك وشماريخ وزيطه وزمبليطه وكل حاجه، ولكن انا عايز افهم ايه دخل فينيسيوس جونيور بالموضوع؟ انت قاعد بتشتم فينيسيوس جونيور ليه قبل المباراه؟ وبتشتم ليه المدريديستا قبل المباراه؟ انا كنت متوقع ان الجمهور بتاع برشلونه هيقعد وهبلك ويسحب على الجمهور بتاع باريس سان جيرمان. ناصر الخليفي كان موجود والطاقم كله الفني بتاع باريس سان جيرمان كان موجود، ولكن انا شايف ان تشافي كان في عينه واخد بالك ان هو خلاص ضمن الصعود لنصف النهائي. انريكي عمل مباراه تكتيكيه رائعه، الحلو ما بيكملش يا عم تشافي. انريكي قرا في المباراه الاولى لما واخد بالك الواد امبابي لعب ناحيه الشمال فكان بيقابل كوندي، طب هيخش في العمق فكان بيقابل اراخو، فقال له لا يا حبيبي تعال انت بقى ناحيه اليمين شويه على الاقل واخد بالك تستغل انطلاقات كانسيلو، كانسيلو كده كده في الدفاع ميت لا بيدافع ولا اي حاجه، كانسيلو واخد بالك فايدته في الهجوم، وحتى لو دخلت في العمق فهتلاقي كوبارسي ساحب 17 سنه، فتلاقي امبابي شويه يلعب ناحيه اليمين شويه تلاقيه يلعب في العمق، وتلاقي الواد اللي اسمه باركولا ولا دراكولا ده واد اقسم بدين الله ما جابتوش ولاد، الواد النهارده عمل مباراه ناريه على كوندي، الواد اتسبب في الطرد واخد بالك بتاع اراخو واخد بالك، والواد قعد يصنع فرص كتير، والواد تقريبا هو اللي صنع الهدف الاولاني بتاع عثمان ديمبلي، وعثمان ديمبلي خلى عنده دم حبتين ومحبش يحتفل ولا اي حاجه، ولكن عندي النتيجه 1-1، انت متاهل، انت متاهل يا تشافي. عصبيه ما بعدها عصبيه واخد بالك، بعد ما الهدف الثاني دخل اللي جابه تقريبا فيتينيا وحصل كده تعادل ما بين برشلونه وباريس سان جيرمان، فتلاقي تشافي قاعد يتعصب وقعد يتنيل، والحكم تقريبا حسيت ان هو ليه مطعم في باريس تقريبا او ليه اسهم في باريس سان جيرمان، انا مش هقول ان هو ظالم ولا اي حاجه، ولكن حسيت ان في قرارات كان المفروض عثمان ديمبلي ياخد انذار حتى
على التاكلينج اللي عمله مع كانسيلو، والكوره بتعدي مرور الكرام علشان حكم المباراه يطرد الشاف. وانا بيني وبين نفسي قلت ده فال خير، لان اوسكار فرنانديز في اي مباراه بيديرها ما بيخسرهاش ولا بيتعادل ولا اي حاجه. الاقي بعدها تقريبا بخمس دقايق بيطرد واحد تاني من مساعدين تشافي وبيطلعوا يتفرجوا على المباراه من في البلكونه، وانت يا اراخو انا مش فاهم، هل انت كابتن فريق؟ هل دي تصرفات كابتن فريق؟ ما سيبه، سيب باركولا عادي، ايه المشكله؟ هيجيب جون؟ ما الجون جه، ما الجون جه بعد ما انت ما اطردت، وخد بالك بثمان دقايق، بعد ما اطردت بثمان دقايق، وتشافي صمم انه يلعب باربعه. وفي خلطه كبيره جدا عملها تشافي. اولا انت بتتفرج على المباراه هتلاقي ان برشلونه خطورتها في الناحيه اليمين، هتلاقي ان برشلونه مركزه ان هي تلعب على الاطراف، خصوصا الناحيه اليمين النشطه بتاعه لامين يامال. اطلع ليه لامين يامال واخد بالك وقت الاطراف خالص، ودي اريحيه لنونو مينديس، ودي اريحيه لباركولا، والاثنين بيصعدوا وبيلعبوا جيم مفتوح على الوادي اللي اسمه كوندي، ومفيش حد بيساعد. طب اتدخل يا عم بدري، اعمل اي مجهود، مفيش. جندوجان النهارده ضيع هدف، وسيبك منه ضيع هدف كانه لم يكن، كان جندوجان مش موجود. اما ليفاندوسكي فبيأكد انه لازم يخرج من النادي السنه دي، اخر موسم لليفاندوسكي المفروض يبقى السنه دي. ليفاندوسكي النهارده تقريبا ضيع ثلاث اهداف يا عم ليفاندوسكي. الدفاع طبعا بتاع برشلونه فضل متراجع، فضل يستقبل لعب، واخد بالك؟ انا مش فاهم انت بتلعب في المونجويك ولا بتلعب في حديقه الامارات، انا برضو مش فاهم، انا عايز افهم الجزئيه دي. انا حسيت ان برشلونه بيلعب خارج ارضه، حسيت ان برشلونه عنده روح انهزاميه بعد الهدف اللي جابه عثمان ديمبلي، بعد هدف عثمان ديمبلي فيجي بعد كده النتيجه 2-1، فكانسيلو يعمل تاكلنج ملهوش 30 اي لازمه، عثمان ديمبلي ولا كان انفراد ولا حاجه، الراجل كان متطرف علشان امبابي يجيب الهدف الثالث. بعد كده كوندي قال له لا، زي ما رافينيا جاب هدفين هناك في حديقه الامراء، انت برضو يا امبابي لازم تجيب هدفين، وحياه اهلك، وحياه اهلك تاخد حتى دوري الابطال وتقول لي اكمل مع باريس سان جيرمان؟ لا، هنعمل لك بلوك، هندخل نعمل لك بلوك ونعمل ابلاغات على الانستجرام بتاعك ونقفله لك. ولكن النهارده امبابي تحس ان هو بيصالح لويس انريكي وبيصالح الجماهير بتاعه باريس سان جيرمان. انا كل اللي مزعلني ان السيناريو ده لو انا مشجع لنادي برشلونه، قسما بدين الله انا ممكن اقفل النت واقفل الموبايل لمده 3 ايام، وممكن اعمل حداد على كره القدم لحد نهايه السيزو. ازاي مباراه تبقى في ايدك، وازاي تبقى متقدم بهدفين واخد بالك، وتلعب جيم متراجع جدا وتاخر الدفاع بتاعك وسايب لهم الكور؟ طب يا اخي يعني الكوره مناوله، المس الكوره شويه والعب شويه وحرك الناس بتاعت خط النص. خط النص النهارده بالمناسبه ياخد صفر، اذا كان فرانك دي يونج، اذا كان الواد اللي اسمه جندوجان، اذا كان الاستاذ بدري اللي قالك انا هنسى الاصابات وكل حاجه، رافينيا ما لقاش الدعم، حتى التبديلات اللي نزلت. انا استفزني خروج لامين يامال، خروج لامين يامال يا تشافي، اين كنت عندما وزع الله عقوله؟ انت قلت انا حتى لو هاخد دوري الابطال، حتى لو هوصل للنهائي مش هكمل، ولكن واضح ان انت عكتها، انت عكتها يا تشاف، وكل مباراه لازم عليك تطرد، وكل مباراه ما تحضرهاش. يعني فريقك لو كان صعد لنصف النهائي مش هتحضرها، ولويس انريكي النهارده عمل نفس الرومونتادا واخد بالك، ولكن بفرق هدفين، نفس الرومونتادا اللي عملها في باريس سان جيرمان واخد بالك في 6-1، النهارده لويس انريكي عمل رومونتادا على برشلونه باربعه. برشلونه بعد ما كان متقدم بالهدف بتاع رافينيا، شكل برشلونه كان حلو في اول 15 دقيقه، وانا متفاهم جدا، انا متفاهم ان انت بتحاول تمتص اللعب واخد بالك، وتمتص الانطلاقات بتاعه عثمان ديمبلي والوادي اللي اسمه مبابي، وخط النص بتاعهم النهارده بقياده الوادي اللي اسمه امري وفاتينيا، واللعيبه النهارده بتاعه باريس سان جيرمان كانت فايقه، واشرف حكيمي واخد بالك وفى بوعوده النهارده، عمل مباراه مقبوله نوعا ما، سدد كذا زيدة. اما الخرم بقى، خرم برلين اللي هو اسمه شتيجن، اللي لو اتشطت عليه ثلاجه هتخش، قسما بالله العظيم يا شتيجن عمرك ما خذلتني، كل برضه ما توقع ان انت ممكن تخربها برضه بتخربها. النهارده يا شتيجن وهب لك، طب صد كوره، طب صد اي حاجه، طب حسسني ان انت في حارس مرمى واقف. الكوره بتاعت عثمان ديمبلي، التسديده اللي من بره من بعيد من خارج ال 18 بتاعت فيتينيا، طبعا الدربكه وضربه الجزاء ومش مسؤول عنها يعني، ولكن تحس ان برشلونه النهارده دارت المباراه بروح انهزاميه. قلب عندكم مشجعين برشلونه، وانا مش عارف موقف ريال مدريد ايه بكره، خرج خلاص برشلونه، وخرج كمان اتلتيكو مدريد النهارده، تلاقي الواد اللي اسمه موراتا وكوريا بيضيعوا ثلاث اهداف، ثلاث اهداف قصاد بروسيا دورتموند، عشان بروسيا دورتموند يكسب المباراه 4-2، ولم يتبقى غير ريال مدريد.